هناك تمهيد يعني وضح فيه تصريحات كل من هاريس وترامب. أولا هاريس شددت على نقطة شديدة الأهمية، ربما يعني لأن ترامب في الانتخابات السابقة في 2020 تسرع في إعلان الفوز بالانتخابات، هي تؤكد أن ترامب سيعلن مبكرا قبل إعلان النتائج وأن النتائج ستأخذ وقتها وستأخذ أياما. هي شددت على هذه النقطة وكأنها تريد أن تلفت النظر أنه تكتيك معتاد من ترامب. بالطبع هذه نقطة مهمة، وهنا فكرة التنازع حول نتائج الانتخابات، لأن الفرق بين المرشحين في هذه الولايات المترجحة تحديدا بسيط يعني للغاية، يعني آلاف الأصوات، ليس يعني ربما مثلا من 20 ل 30 ألف، أو يعني في ميتشيغان المرة الماضية كان 12 ألف صوت، جورجيا كان مثلا 20 ألف صوت، بنسلفانيا كان فرق بسيط، وبالتالي هذا بيجعل نوع كل طرف يعني يعتقد أنه صاحب الفوز في هذا الأمر، وترامب استبق الأمور في عام 20 وثم تم إعادة الفرز، لأن أيضا طبيعة العملية الانتخابية هناك التصويت المبكر سواء بالحضور الشخصي أو بالبريد، وهناك يوم الاقتراع اللي هو اليوم، دائما تظهر نتائج اليوم، يعني التصويت الذي يتم في الفرز اللي هم من حضروا اليوم في 5 سنوات، لأن التصويت بالبريد يأخذ بعض الوقت الفرز، ولذلك النتائج تكون خادعة، لأن التصويت معظم الجمهوريين يعني يذهبون في يوم الانتخابات، بينما الديمقراطيين يعتمدون بشكل أساسي على التصويت بالبريد، وبالتالي قد تظهر النتائج أن تقدم الجمهوريين، هذا يدفع ترامب إلى الإعلان أنه فاز وأنه الفائز. هل يكرر نفس الخطأ ترامب؟ ثم تنقلب الأمور بعد يتم الانتهاء من فرز كل الأصوات خاصة للبريد. لكن هل ترامب يكرر نفس الخطأ، خاصة أن هاريس حذرت من هذا الأمر، وخصوصا أيضا أنه دائما يعني ما يعني كان واضحا أنه يلوح بمسألة التزوير، يعني ربما التصريح الوحيد الذي قبل به بالخسارة إذا خسر هذه الانتخابات، زورة الانتخابات إذا كانت عادلة. بالطبع يعني هو ترامب هو بيمهد أنه الفائز ولن يخسر إلا في حالة واحدة فقط، هي تزوير الانتخابات. التزوير، وهناك بالفعل يعني المشكلة هناك في التصويت البريد الإلكتروني، يعني هناك طبعا هذا بيتم ربما التلاعب، يعني يتعرض ليه ربما يعني التأثيرات يعني غير الموضوعية، لكن على الأقل ترامب هو بيؤكد ان الانتخابات في صالح وانه الفائز وانه كذا، لكن خطاب الاخير منذ ساعات حقيقه، وبدا الرجل يكون اكثر واقعي، قال انه سيعترف بالنتيجه وربما يحدث خطاب النصر اذا كانت نتيجه عادله ولم تزور، يعني ايضا يرهنها بفكره ان تكون عادله وانها ليست مزوره. طب هل ترى ان هذا تراجع في لغه الثقه التي كانت واضحه على ترامب طوال الايام الماضيه؟ انا في اعتقادي يعني تراجع. يعني تراجع نسبي، ان يعني او بمعنى اخر الرجل بدا يتعلم من اخطائه السابقه، يعني هناك ينصحوه مستشاره ان تتقبل يعني ايا كان الفائز تقبل النتيجه، لان لغه فكره يا اما ان الفائز يا اما انتخابات مزوره هي بتثير كثير من الامريكيين، ربما في يوم الانتخاب قد تدفع الاخرين الى التحول الى التصويت كمال هاريس باعتبار ان ترامب بالفعل كما هي تقول يهدد الديمقراطيه ويعترف بالنظام الانتخابي، ولذلك الرجل خطاب بدا اكثر عقلانيه، لكن من الصعب القول ان اي منهما قد حسم السباق مبكرا، لان اولا استطاعت الراي خادعه، واستطاعت الرأي الفارق فقط في 2 نقطة ما بين يعني حالا تقدم هاريس 49 47 لترامب، لكن هامش الخطأ 4%، وكل استطلاعات الرأي في الانتخابات السابقة كانت آخر 3 انتخابات 2012 و16 و20 لم تكن صادقة، معبرة كانت تذهب في اتجاه والنتيجة في اتجاه آخر. 2016 قالوا أن كانت هيلاري كلينتون متقدمة في كل استطلاعات الرأي، ومع ذلك خسرت في الانتخابات أمام ترامب، نفس الأمر في 20، وبالتالي هناك حرب نفسية. لكن الخطورة أنا في اعتقادي هو أن هذه الانتخابات تجرى في حالة من الاستقطاب الشديد، يعني التركيز على القضايا الشخصية دون التركيز على القضايا الموضوعية، عدم وجود رئيس يتسم به التوافق، يتكلم باسم فكرة الانهاء الانقسام الأمريكي، الكل يتكلم كأننا في معركة حربية بين معسكرين. ألا تعتقد أنه هاريس يعني تتحدث عن إنهاء هذا الانقسام بشكل أو بآخر قبولا بالحرية والتنوع العرقي؟ يعني كمال هاريس هي تحاول ان تبدي الخطاب بايدن نفس الامر عندما كان في خطابه الاولى انه رئيس لكل الامريكيين وسينهي الانقسام، لكن عمليا كمال هاريس والديمقراطيين انجرفوا الى مسار ترامب، فكره الاتهامات والتخوين والقاموس السياسي والالفاظ، ويعني عندما يصف الرئيس بايدن انصار ترامب انه مثل القمامه، يعني هذا بيعني ان الكل بدا يتجه لهذا المسار. صحيح. وبالتالي يعني كما يقول ما كان يقوم به ترامب من ردود عفويه يعني او تبدو يعني ضاحكه، على سبيل المثال القمامه عندما قام بتصوير نفسه في مكان ويعني يرتدي كما وانه عامل قمامه، هل في رايك هذا الامر يعني
أفاد ترامب أم أضر بصورة الرئيس الأمريكي، أم أن الشعب الأمريكي عرف ترامب وعرف أنه شخص لا يعبر عن خلفية سياسية قدر ما يعبر عن خلفية اقتصادية، لذلك يتصرف بعفوية بمنتهى العفوية؟ هو بالفعل ترامب رجل أعمال جاء من خارج النخبة السياسية التقليدية، يعني ليس ابن أو يعني تنشئة الأحزاب السياسية التقليدية الجمهورية والديمقراط. نعم. هو قاد الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة في 2016، وايضا كان له دور مهم، لكن ترامب معروف ما يهم الناخب الامريكي حقيقه هو الجانب الاقتصادي. نعم. هو السياسات الاقتصاديه. وترامب بالمناسبه هو يعبر عن ظاهره في المجتمع الامريكي، الظاهره الترامبيه، يعني كترامب كشخص هناك قاعده صلبه من يعني هو يعبر عن شعبوي، الرجل لا يعترف بالمؤسسات التقليديه، يعني هناك قطاع كبير من الامريكان يعتبر ان هذه المؤسسات لم تحقق له كل الامور، مثلا في السياسه الخارجيه تم انفاق عسكري كبير، حروب في افغانستان، في العراق، صحيح. بينما هناك الآن فقر شديد في أمريكا، هناك تفاوت شديد بين الطبقات، كل هذا بدأ يشعر أن المؤسسات التقليدية لا تعمل لصالح المواطن الأمريكي. نعم. جاء هنا ترامب ولعب على هذه النقطة، فكرة الشعبوية، المخاطبة المباشرة. وبالفعل يعني الرجل حظه السيء فقط في كورونا هي التي قضت عليه ومنعته من يأخذ ولاية ثانية في مجهوداته الاقتصادية.